هي ليست منجمة أو ساحرة أو عالمة غيب، لكنها قرأت مسار الوضع جيدا فقالت: الأزمات ستتعاقب في لبنان إلى أن تتفكك الدولة كاملة. هي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، التي أكدت أن اللبنانيين سيتذوقون طعم العلقم المرير على كافة الأصعدة إلى أن يصلوا إلى أعمق درجات جهنم. الأمر الذي يشكل ضغطا على المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تشكيل حكومة. نعم، ما سردته هو توصيف حقيقي لما وصلنا إليه، فالفراغ انسحب على كل شيء حتى باتت كل المؤسسات فارغة. لنبدأ، الموقع الرئاسي الأول فارغ ولا مؤشر حتى ساعة على انتخاب رئيس جديد. المجلس النيابي أصبح خارج الخدمة مع تحوله إلى هيئة ناخبة لا تقوم بدورها. الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وأي اجتماع لها دونه مزايدات وعقبات واجتهادات دستورية. الوزارات معطلة، ومع استمرار إضراب موظفي القطاع العام فإن كافة الوزارات علقت أعمالها إلا في الحدود الضيقة. المؤسسات التابعة للدولة مثل هيئة إدارة السير توقفت عن العمل مع فتح ملفات الفساد الإداري فيها. القضاء معطل ومنقسم، فقضاء لبنان لا يشبه أبداً قضاء تشرشل. المصارف مقفلة ودخلت في غيبوبة لا أحد يعلم متى تستفيق منها. الدولار يستفحل على الليرة اللبنانية التي سجلت أدنى مستويات لها. المؤسسات التعليمية والمدارس الرسمية لم تستأنف إضرابها حتى الساعة، والعام الدراسي مهدد بالخطر. وفق هذه المشهدية فإن مقاربة الواقع يجعله أقرب إلى لعبة الدومينو التي تتدحرج أحجارها شيئاً فشيئاً. من دمر كل هذه المؤسسات؟ وعلى ماذا استندت باربرا ليف قبل تصريحها الخطير؟ وما علاقة الولايات المتحدة بالانهيار اللبناني الشامل؟ أولاً، اللي عم بيصير بلبنان هو نتاج أعمال الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي عم بتفرغ، هي تسببت بالأزمة الاقتصادية. هو تغيير بوسائل القوة الناعمة، مش القوة العسكرية، مش الاحتلال، عبر استخدام الاقتصاد، عبر استخدام الضغوطات المالية، عبر استخدام الجماعات الانجيوز مثلاً، كل هيدي عبر تحريك الشارع، عبر جماعات الانجيوز وعبر بعض الأحزاب التي تمون عليها الولايات المتحدة الأمريكية. هيدي كلياتها تسمى القوة الناعمة، يعني أو soft power، مثل ما قلت إنه تغيير تهيئة لبنان لتغيير بالجغرافيا السياسية، ممكن تقسيم، ممكن فدرالي، ممكن يعني تهيئته بإطار المخطط الأمريكي لمنطقتنا، بتقسيم هاي المنطقة، ضرب الكيانات الوطنية وإقامة كيانات طائفية وأثنية وعشائرية على أنقاضها. استكملت باربرا ليف عظتها لتؤكد أن لبنان وبعد انهياره التام سيتم إعادة بنائه من تحت الرماد. وهنا سلسلة أسئلة تخطر في بالنا: كيف سينهض لبنان ومن سيدفع ثمن ذلك؟ هل سنذهب إلى سيناريو جديد لبناء المؤسسات يشبه 7 أيار أو يشبه حرب 75؟ فالتاريخ يشهد على أن تغيير الأنظمة وإعادة بناء المؤسسات ترافقها الدماء. هلأ نحن بخضم حرب بس بأشكال جديدة، بوست مودرن نسميها، ما بعد حداثية. يعني اللي عم نعيشه بلبنان هو شبه حرب، اللي عم بيعيشوا العراق شبه حرب. نحن جزء أو ساحة معركة في حرب عالمية تخاض بأشكال جديدة. لن نخرج من هذه الأزمة قبل أن يعني يتوصل الأطراف الدوليون، يهزم طرف وينتصر طرف، أو يتوصل الأطراف الدوليون لتسويات. فهون المعاناة ستكون كبيرة، بانتظار مثل ما قلت يا أما ينتصر الطرف الأوراسي يا أما ينتصروا الأمريكان. إذا انتصروا الأمريكان معاناتنا ستكون مضاعفة أكثر فأكثر. دق الانهيار باب كل المؤسسات وعجز حتى ساعة عن خرق باب الأجهزة الأمنية، والسؤال يطرح: لماذا بقي الوضع الأمني مستقراً؟ هل بفعل جهود الأجهزة الأمنية أم ثمت مخطط خارجي يصمم على ذلك؟ مصادر مقربة من حزب الله تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أم الشيطان الأكبر على حد تعبيرها، وتؤكد أن المستفيد الأول في الفوضى في لبنان هو حزب الله. لذلك فأمريكا مصرة على عدم المس بالمؤسسات الأمنية. وفي الختام، تخيلوا أيها اللبنانيون كيف سيكون دمار لبنان، وما الثمن الذي سندفعه جميعنا لولادة لبنان من تحت الدمار. سنتابع باهتمام إجاباتكم في التعليقات.